يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، لسه مشرفني ومنورني الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه. امبارح ضربه جزاء للزمالك قدام انبي اثارت الجدل جدا جدا، وانت كنت الطرف الاول قلت ضربه جزاء، وبعد كده اطراف ثانيه طلعت قالت مش ضربه جزاء، والكابتن سامي فتحي قال 50 50 هي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ لا ركله جزاء بالصوره. لا مقتنع، اصل احنا بنتكلم في صوره. احنا بص يا كابتن الكريم، التحكيم دلوقتي اصبح حلو، ما ينفعش تتكلم على 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 صوره. احنا ماليش دعوه بالزمالك واهلي وقالوا لنا في اللون التيشيرت انساه. احنا بنتكلم كتحكيم علم. العلم العلم الاتحاد الدولي واساتذتنا بيتكلموا فيه، الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي بيتكلم على اعتبارات. انت بص للصوره وهات من الصوره القرار بتاعك، ما تحاولش تروح للقرار الا بالصوره. فانت انا في اول لقطه شفتها حتى في التحليل كنت بحللها، اول لقطه ما فيش فيها حاجه، ثاني لقطه ما فيش فيها حاجه، ثالث لقطه ما فيش فيها حاجه، اللقطه الرابعه اللي جابت الاحتكاك اللي حصل بين رجل مدافع انبي ورجل دي اللقطه دي هي دي اللي بينت الحدث. اللطشه اللي حصلت في الرجل اليمين للمدافع مع الرجل اليمين للمهاجم مع رجل الشمال للمهاجم هي اللطشه دي جابت ركله جزاء. فانت بالتالي هو الاتحاد الدولي لما يجي يحلل بيحلل الصوره كامله ويوصل يدور الحكم على مبرر لحساب ركله الجزاء. لو لقى خلاص ده كونتاكت موجود بالظبط، الكونتاكت الموجود ده هو اللي عمل جزاء. بعد كده انت ما تفكرش اللاعب وقع ازاي او ما وقعش ازاي. فاحنا بنتكلم على صوره. التحكيم او التحليل بتتكلم على صوره، الصوره اللي بتحكمك. تيجي بقى للاهلي، تيجي للزمالك، تيجي لاي فرقه انت اللي بتشوفه بتتكلم فيه. وبالتالي احنا اللي بيحكمنا صوره. انا بقول لك اول لقطه ما فيش فيها حاجه، ثاني لقطه ما فيش فيها حاجه، ثالث لقطه ما فيش فيها حاجه، اللقطه الرابعه اللي انقذت الحكم ولازم بتتكلم بمنتهى الشفافيه ان فيها رجل جزاء وتقول في رجل جزاء. لا مظبوطه موجوده. طب ليه كابتن عصام قال 50 50؟ لا النهارده رجع، اعتقد ان في تصريح ليه سال خبراء والخبراء قالوا انها ركله جزاء. انا قريت التصريح ده النهارده. هل ممكن او من المفروض رئيس لجنه الحكام يطلع يشكك في القرار؟ والله دي بقى حاجه ترجع له هو، انا ما مش طرف فيها. بس هو امبارح صرح تصريح والنهارده صرح تصريح ثاني. فانا في الاخر انا بقول لك قناعتي باللعبه في شفتها وشفتها مره واثنين وثلاثه واربعه قبل ما احلل، وكانت قناعه متناهيه من الصوره من لقطه لقطه. طب عضو لجنه التحكيم او رئيس لجنه التحكيم هتطلع تقول رايك في اللعبه؟ لا انا عضو مش هطلع، مش هبعت. وانا الطريق معروف ان شاء الله هبقى رئيس لجنه. لما تبقى رئيس إن لجنه الله. ان شاء الله ان شاء الله لما تبقى رئيس لجنه حكام هتطلع تقول رايك في لقطه؟ لا انا لو رئيس لجنه حكام هتفرج على كل المحللين، واللي هي لجنه هتبقى لها قرار في قاعه المحاضرات. هنتكلم مع الحكام ونواجههم باخطائهم ونواجههم بالمميزات اللي عندهم عشان نستفيد في الفتره اللي بعد كده.